أفاضل، نجدد لكم التحية مع انطلاقة شوط الختام هنا أيضا في مجريات أشواط هذا الصباح وشوطنا السادس عشر الخاص هنا بانطلاقة وتحديات هنا اللقايا القعدان. وهيجني هنا أصحاب السمو الشوخ على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات. نسير معكم هنا مع الصدارة مع المقدمة والمركز الأول طماع هيجني إنتاج أم الزبار وحمد بن محمد بن جرحب في التضمير. المركز الثاني ياتي مجد لسمو الشيخ الزايد بن سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان مع يمعة بن عتيج الرميثي في التضمير. والمنطلق هنا المفرة المفرة من هجن الشحانية وسالم بفاران المري في التضمير. والقادم هنا مستحيل من هجن انتاج ام الزبار بقيادة المضمر هنا سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري. وعلى المركز الخامس ياتينا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. المركز السادس والمنطلق هنا فياض من هجن انتاج ام الزبار محمد بن بخيت بن الحميدي بن برقان هنا مجارح في تضمير. من ينطلق على المركز السادس والمركز السابع شاهين هجن الرئاسة محمد بن عتيقي بن زيتون المهيري. المركز الثامن ياتينا شاهين من هجن هنا ايضا الرئاسة بقيادة المضمر سعيد بن مظفر بن محمد العامري وهملول. من هجن الرئاسة بقيادة سلطان بن محمد بن سالم اللوهيبي في تضمير. وعاشر المراكز الراوي هجن انتاج ام الزبار وناصر بن حمد بن مصر الشهواني في تضميره. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى ذعناها على حضراتكم في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات. هنا نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول هو طماع المنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هجن إنتاج أم الزبار حمد بن محمد بن علي بن جرحب في تضمير. المنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول بينما مجد على ثاني المراكز. سمو الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان بمتابعة هنا يمعة بن عتيق الرميثي من يتابع أبو خليفة المحترف على المركز الثاني. والمركز الثالث هنا يأتينا المفرة من هجن الشحانية متابعة الذهبي سالم بفران المري. وشاهين على المركز الرابع هجن العاصفة مع غياث الهلالي. وعلى المركز الخامس والقادم هنا مستحيل هجن انتاج ام الزبار وسالم بن سعيد بناصر بن دلهم الهاجري في تضمير. وسادس المراكز ياتي فياض هجن انتاج ام الزبار محمد بن بخيت بن الحميدي بن برقان هنا مجارح في تضميره. من ينطلق بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة هنا يأتينا بهذا الانطلاق على سادس المراكز. والمركز السابع شاهين، سابعا هجن الرئاسة محمد بن عتيقي بن زيتون المهير المجازف من يتابع الانطلاق والقادم في هذه اللحظات. شاهين هجن الرئاسة ويتابع سعيد بن مظفر بن محمد العامري. هنا يأتينا العملاق العيناوي بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة. هنا وصولا في هذه اللحظات هو القادم الراوي هجن انتاج ام الزبار ناصر بن حمد بن مصر الشهواني في تضميره. من ينطلق على تاسع المراكز هو المركز العاشر. هنا ياتينا منطلقا بهذه التحديات الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان عوض بن مبارك بن سعيد المهيري في تضميره. هذه نتيجتنا لمراكزنا العشرة الأولى لمن شوط ختام هذه التظاهرة الصباحية الجميلة المنطلقة
على أرضية هذا الميدان مع أشواطهن أصحاب السمو الشيوخ. نعود إلى طماعة هنا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مسيطرا على زمام الأمور. طماعة على الصدارة وعلى المقدمة هنا من هجن إنتاج أم الزبار حمد بن محمد بن علي بن زرحب في تضميرة المركز الثاني. وياتينا هنا على ثاني المراكز مجد المشتق زايد بن سلطان بن حمدان بن زايد ال نهيان يمعب بن عتيج بن قصر الرميثي في تضميره. والقادم القادم القادم هنا فياض 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 هجن انتاج ام الزبار محمد بن بخيت بن الحميدي بن برقان في تضميره. وهنا ياتي في هذه اللحظات هنا ياتي المفره 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 المنطلق من هجن الشحانية وسالم بفاران المري في التضميرة. وصل شاهين وصل شاهين هنا من هجن الرئاسة مع سعيد بن مظفر بن محمد العامري وشاهين هجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في تضميرة. الله الله التحديات الجميلة ولكن المفرة على الصدارة المفرة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا بهذا الانطلاق والتحدي الرائع الجميل هنا بهذا الانطلاق وبهذه التحديات الجميلة. المفرة هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري على الصدارة على المقدمة والمركز الأول. هملول القادم من هجن الرئاسة مع سلطان بن محمد بن سالم نهيبي هو شاهين هجن الرئاسة هنا ولكن الصدارة الصدارة مع المفرة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا تهانينا لهجن هنا شحانية تهانينا لسالم بفاران المري. والنقطة السادسة لهجن الشحانية هذا الانطلاق الجميل هانينا وناموس هنا على هذا الفوز المميز. المركز الثاني هملول هجن الرئاسة. المركز الثالث جاهين هجن الرئاسة الزعيم. في المركز الرابع لسمو الشيخ زايد ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وشاهين. في المركز الخامس من هجن الرئاسة. نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول وانطلاقة وتحديات هنا. إذن المفرة من أعلن الفوز وناموس تهانينا لهجن هنا الشحانية بسبع دقائق وعلى 30 ثانية خمسة من الأجزاء من الثانية. شكرا للذهبي سالم بن فاران المري من قدم سادس نقاط هجن الشحانية والثالثة لي أيضا هذا الشعار. هنا أيضا سبع دقائق 32 ثانية جزئية من الثانية هملول من هجن الرئاسة بقيادة سلطان بن محمد بن سالم نهيبي. المركز الثالث شاهين من هجن الرئاسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري سبع دقائق 32 ثانية سبعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. وإلى ملخص سباق هذا الصباح